من دابا يكون عارف اش باغي يكون الحمد لله النتائج ديالكم تبشروا بالخير النتائج كانت جيده لا في المسألة الاولى اعدادي والمسألة الثانية والمسألة الثالثة اعدادي اللي هي سنة ديال التوجيه كنا واش التوجيه ديالكم يكون توجيه حقيقي اللي كيبدا شي حاجة يمشي ليها ما يخليش شي واحد يقدر يوجهو لان الموجهين ديالنا علاش كنسموهم ماشي موجهين المساعدة على التوجيه يساعد يلا دابا عرفنا هذه تاع انتباه وهذه الإشارة هذه شنو كتعني في نظرك؟ انتباه الأشغال شو تصفيقات على هذا الصادق؟ والإشارة اللي حداها بلاتي نوروها لكم كاملين عاجي نشوفوا هاد الإخوان هذا نوبتهم الإشارة انزلاق سيارات الكليب كيف يخرج من التاسعة كيف يخرج من المكرونة كيف يجيش يقول هل شو خاصوا هاد الوليدات هاد الدلات شو خاصوا خاصوا يلقاو مؤسسات ديال ديال التكوين اللي خليهم باش ديال التكوين خاصها تخرج تمشي التكوين باش نخرج نقلد لذلك ندير على المسألة اللي ما كديرش هي داكشي ديال طرد كلامي على المجهودات اللي كتقوموا بها داخل المؤسسه وتنشكروا على الاستضافه ديالهم هنا في المؤسسه الشكر الجزيل فين هو اللي كنتوا اللي بقيتوا معنا التاسعين مصطفى الكانوني رئيس جمعيه امهات واباء واولياء الثانويه الاعداديه فاطمه الفهريه اليوم من بعد ما قامت المؤسسة بشراكة مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ بأسبوع حول استعمال آمن للأنترنت واللي دان خلال أسبوع من بعده جاء الأسبوع ديال السلامة الطرقية بشراكة المؤسسة مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ مع جمعية تغالين للسلامة الطرقية و فيدرالية آباء وأولياء التلاميذ فيدرالية جمعية آباء وأولياء التلاميذ بعد الأسبوع ديال السلامة الطرقية اللي هو أسبوع تحسيسي بالنسبة للتلاميذ والتلاميذ ديال المؤسسة على كيفية استعمال كيفية احترام إشارات المرور كيفية احترام السلامة الطرقية وهذا كيدخل برنامج برامج تحسيسية اللي كتقوم بها المؤسسة من أجل إنتاج تلميذ أحسن بسلامة أحسن وتلميذ يواكب العصر ويواكب التقدم الحاصل في هذا الإطار وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديرية أسافي نتواجد اليوم بالثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية من أجل حضور اختتام فعالية الأسبوع الخاص بالسلامة الطرقية وذلك بعد أن تم الانتهاء من الأسبوع الخاص بالاستعمال الآمن للإنترنت والذي عرف
ورشات تكوينية لفائدة التلميذات والتلاميذ بهذه المؤسسة. اليوم نحضر اليوم الوطني للسلامة الطرقية، واللي كيعرف هو بدوره مجموعة من الورشات بمشاركة كل من جمعية آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات فاطمة الفهرية، وكذلك مجموعة من الفعاليات والجمعيات المهتمة بهذا الشأن. نتمنى أن يستفيد أبناؤنا وبناتنا من هذه الورشات التكوينية، والتي ستكون عليهم بالخير العميم من أجل الحفاظ على سلامتهم عند استعمال الطريق. لوزان رضوان، ممثل الفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب فرع آسفي، في إطار الشراكة المبرمة بين المديرية الإقليمية والفيدرالية الوطنية وجمعية تغالين للسلامة الطرقية وتربيع المواطنة، كنقوموا بهذه الحملات التحسيسية والأوراش في جميع المدارس العمومية والخصوصية من أجل توعية أبنائنا على احترام قانون السير والتفاعل معه ومعرفة ما لهم وما عليهم. وبهذا من هذا المنبر كنشكر السيدة المديرة ديال المؤسسة النشيطة على هذا الشيء اللي تبارك الله الاستقبال ديالها، ولا على التنظيم وجميع الأطر التربوية العاملة بمؤسسات الفهرية. ولا ننسى الشكر كذلك للسيد المدير الإقليمي اللي حضرته هو في هذا النشاط لتدعيم هذا النشاط، وكذلك جريدة أسفي الآن اللي كتقوم بتغطية جميع الأحداث على مستوى الإقليم والوطني، وشكرا لهم. عبد اللطيف الفويسي، جمعية تيغاني للسلامة الطرقية والتربية على المواطنة. اليوم في إطار البرنامج ديالنا اللي مسطرينو بخصوص التوعية والسلامة الطرقية في المؤسسات التعليمية سواء العمومية والخصوصية، اليوم كنتواجدوا في إعدادية الفاطمة الفهرية في إطار اليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير، اللي كانوا هنا في المؤسسة درنا مجموعة من الورشات التوعية والتحسيسية، منها الورشة ديال التربية على المواطنة كمدخل للسلامة الطرقية، وورشة ديال السلامة الطرقية والتوعية بمخاطر الطريق وبالسلام باحترام قانون السير، وورشات ديال التلوين مجموعة من علامات وإشارات المرور مجموعة من التلاميذ. هذا في إطار البرنامج اللي كنقوموا به حنا كجمعية تيغالين في جميع المؤسسات التعليمية، وهذا النشاط كنقوموا به بشراكة مع المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، وبشراكة مع فيدرالية جمعية الآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب بمدينة آسفي. البرامج باقا غادي مسطرينها، وكنستهدفوا المتعلمين. حنا لحد الآن وصلنا 12 مؤسسة تعليمية، وباقي عندنا البرنامج كيمتد لشهر جوج وشهر ثلاثة في مجموعة من المدارس ديال المؤسسة التعليمية. وبهذه المناسبة كان في إطار الشعار ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية جميعا من أجل الحياة، كنحثوا جميع المواطنين ومستعملي الطريق باحترام قانون السير واتخاذ الحيطة والحذر والتعامل وفي الأخلاق الحسنة والتعامل مع البعض في إطار السلامة الطرقية. وشكرا وتحية لكم كاملة. تشوية يونس مرزوقي، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب فرع آسفي. اليوم نتواجد بإعدادية ثانوية الإعدادية الفهرية بنيابة آسفي في إطار الحملة التحسيسية التي تنظمها جمعية تيغالين للسلامة الطرقية والتربية على المواطنة، وكذلك الفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب فرع آسفي. هذه الحملة التحسيسية اللي كنظموها حول السلامة الطرقية في إطار بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. هذا اليوم حلينا بالثانوية الإعدادية الفهرية فاطمة الفهرية من اجل يعني تقريب التلاميذ وليدات ديالنا من الاخطار ديال الطريق، وكذلك نوعوهم بضروره الحفاظ على السلامه الجسديه وكذلك الاستعمال السليم للطريق. والحمد لله مرت الاجواء في ظروف جد عاديه، وهذه الحمله هذه اللي كنظموها بنيابه بمديريه اقليم اسفي فهي ان شاء الله بدات من 17 فبراير وستستمر إلى غاية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.